بناتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم. مقابل أربع مباريات انتهت بالتعادل، كريستيانو داخل منطقة الجزاء محاولة مرور رونالدو أمام أكثر لاعب وبعد ذلك تغطية وتدخل كانت في الجولة الماضية من بطولة حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو رونالدو. حاليا يملك 40 نقطة مع الاتحاد، كريستيانو محاولة مرور رونالدو تسديد الكرة وعدت على المرمى في منتهى الخطورة بجانب يستعيد مستواها أكثر يجوع أكثر كريستيانو. وحلوة حلوة اللقطة الماضية جميلة من جسر التعاون، الاعتماد على ثلاثي مهديوي ميدران كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول المرور يحيى بتسديدة لكن بعيد الكرة وإلى ضربة مرمى. شوفه مرة أخرى تسديدة من جانب أيمن يحيى ضربة مرمى. اليوم الاعتماد على محاولة باتجاه كونان، كرة تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل يبعدها الدفاع كانت من نصفر، لكن في أي لحظة يمكن أن تشاهد أو تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة من أحداث هذه المباراة. 37 نقطة للنصر، طويلة الكرة محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب مر غريب بكرة دفاع التعاون مرة بروعة أمام الغامدي وحطها بشكل جميل، لمسة ساحرة جميلة من الفنان عبد الرحمن. غريب بدأ يلمع أكثر، غريب يتألق أكثر، سر يتقدم في النتيجة بالهدف الأول في هدف من عبد الرحمن غريب في الكورة الأخيرة النصراوية. النصر عن طريق علي الحسن، النصر فرصة في منتهى الخطورة، غريب على مستوى الهجوم تمريرة باتجاه مادو يحاول التقدم للأمام تسديدة قوية إلى هزازي. التعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها 40 نقطة تصل كرة لمصلحة التعاون بأمامية إلى تومبا خطيرة جدا وكرة جانبية نواف العقيدي عرضية أخرى خطيرة وكرة كتومبا تمويه تمرير وفرصة كانت في منتهى الخطورة في اللقطة الماضية وإبعاد في اللحظة لدى الناصر في اللقطة الماضية. لمسة على اليسار محاولة نصراوية حلوة باتجاه كونان تمريرة خطيرة لكن الدفاع لصاروخ موديرا رونالدو بتسديدة لكنها سهل في المرتين. رونالدو كان خطير لكن يبحث عن حل عن تمرير كرة أمامية خطيرة وفرصة كرة الرد لكن كادش في التغطية كادش في محاولة الإبعاد تبقى نصراوية. سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديدة لكن تسديدة أيمن يحيى القوية الكرة الأخيرة اللي كانت على مرمى ما لعب توزيع رائع دائما من جانب لويس الأول في وسط الميدان غوستافو كونان كريستيانو غريب تمريرة باتجاه النجعي كرة أتي المارو تغطية وتدخل عبد الإله بلمسة على جهة اليمين يحيى بعودة للوراء العقيد الطويلة كرة اليمين إلى محمد الغامدي لمصعة التعاون الولفز في الهجوم كرة عرضية خطيرة لكن غائبة من جانب كاكو عرضية الغامدي وبعد ذلك إبعاد نواف بقبضة يده للمرمى. اللقطة الماضية دقائق الآن تصل حلوة باتجاه غريب سامي النجعي داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب لكن الكرة بعد ذلك أقرب إلى حارس المرمى مايلز بحث عن حلول لويس غوستافو على حدود منطقة الجزاء أمامية لكن التغطية من جانب تعاون في هذه الأثناء يبطب أكثر من لاعب يعدي ويبحث عن الحلول بلمسة حلوة على جهة اليسار الفارو ميدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة فهد الرشيدي. هذه اللقطة الأخطر العمل الكبير جدا من ذلك ميدران وفي الأخير الكرة لها لم تستغل. شوط أول جيد المستوى لكن لمصعة غريب على جهة اليسار خطيرة النصر عبد الرحمن بكرة أمامية كرة عبد الرحمن غريب لمسة اليد كانت في لعبة التعاون الحسر جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة ميدران يتعادل للوولفز يتمكن المارو ميدران لمصلحة الولفز الغامدي بعد ذلك عرضية والأروع بدون أي متدفع النصراوي الوحدة وحط هدف التعديل في هذه المباراة هذه الدقائق متوقع أن يكون شرس وكبير يا غريب رونالدو الكرة وفرصة يا إلهي فرصة خطأ كونان يلعب كرة إلى نجح حلوة لكن التغطية من جانب رونالدو يا الله غريب صاحب كل شيء غريب
في هذه اليسار حلوة وخطيرة، سميحة داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة، لكن كانت من العقيدي في توقيت رائع في هذه الفرصة. الكرة من سطال غنام إلى أيمن يحيى، يحاول اختراق الدفاع، أيمن بكرة، أي كلام، سهلة لحارس المرمى من جانب النصر. سعادة بعد ذلك مهداوي، لمسة بينية خطيرة لكنها طالت على سامي النجعي بكرة أمامية تصل إلى كريستيانو. رونالدو على جهة اليسار، صاروخ ماديرا يحاول يمر، رونالدو يحاول يمر، رونالدو على النتيجة. كونان بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة، وبعد ذلك إبعاد في اليمين إلى محمد الغامدي البحث عن كرة عرضية بذات الشكل. لكن عودة وأيمن يحيى قوية، اصطدمت في الدفاع وأخرى تسجيلة جزائية نصراوية. راح نشوف في دعاء أيمن يحيى، اصطدمت بعد ذلك في كادوش وتحولت خطوة جزاء بعد هذه اللقطة. الكرة اللي كانت قد اصطدمت في ساب الكعب، حلوة باتجاه تاومبا على حدود منطقة الجزاء. تاومبا مر وكرة، في شك على تاومبا، عدوا مر وسجل. مباراة يذهب إلى على تاومبا أم لا، هدف من جانب لياندرو تاومبا دبابة التعاون ومهاجم، هدف للولفز. هل كان في شك بوجود تسلل في اللقطة؟ والجماهير تترقب. هل من يحيى حلو على اليمين، الغنام بكرة عرضية لمين، ليست رياحا سهلة بعد ذلك، خطيرة من لا شيء. رونالدو كسب الكرة وكسب ركنية، وبعد ذلك تاومبا وفرصة لمصعة التعاون. أي كرة، أي كرة، أي كرة يا إلهي، كان خطير جدا. أشرف مهدي، تغيير طبعا تم في قائمة. رونالدو يبحث عن الحلول بكرة خلفية تصل بعد ذلك إلى عبد المجيد، سراهم تسديدة قوية لكن مخضرم البرازيل المتألق ميز. تحرك بجانب تاليسكا، رونالدو مر وكرة يا إلهي، لقد راح أدراج الرسديدة في منتهى الروعة. ولك عند اللاعبين أيضا مباراة صعبة للغاية. مشاري بوف يحاول تمريرة لبصعة جوستافو تسديدة وكرة، مدافع في الصورة يتأكد منها حكم المباراة، يتأكد منها حكم المباراة. تاومبا هدف للنصر، تم إلغاء بداعة التسلل، لكن انتظروا رونالدو تأكد من هذا القرار. هدف نصراوي ثاني، النصر يسجل هدفا ثانيا، احتجنا لبعض الدقائق. هدف نصراوي في ملعب مرسول بارك، هدف في أي لحظة سواء للنصر أو للتعاون، عطفا على الإثارة اللي كنا نشاهدها في